ما الذي يحدث من جفاف في أوروبا؟ الحقيقة درجات الحرارة صادمة، سجلت درجة الحرارة 44 درجة هذا الصيف، سبحان الله. إن هناك موجات من الجفاف ستضرب أوروبا كل سنة. العلاج الوحيد كما تقول منظمة الأمم المتحدة أن يتأقلم الناس مع الوضع الجديد. ستتحول منطقة الجزيرة العربية إلى جنات ومروج وأنهار، سبحان الله. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، ما الذي يحدث من جفاف في أوروبا؟ الحقيقة درجات الحرارة صادمة. في بريطانيا ترتفع درجة الحرارة أكثر من 40 درجة مئوية، وفي بعض مناطق أوروبا الأكثر برودة سجلت درجة الحرارة 44 درجة هذا الصيف، سبحان الله. طيب ما الذي يحدث؟ هي الدرجات الأعلى في تاريخ البلاد. يقول العلماء أيها الأحبة ويحذرون إن هناك موجات من الجفاف ستضرب أوروبا كل سنة بشكل متكرر، والعلاج الوحيد كما تقول منظمة الأمم المتحدة أن يتأقلم الناس مع الوضع الجديد. إذا ما الذي يحدث أيها الأحبة؟ هناك حرائق دمرت مئات الآلاف من الفدانات في أوروبا، هناك آلاف القتلى نتيجة هذه الحرائق، هناك نقص شديد في المياه، وهناك درجات حرارة مرتفعة الناس لم يعتادوا عليها. يقول الخبراء أيها الأحبة سبب هذه الظاهرة أن هناك دورة للمناخ تتكرر كل عدة آلاف من السنوات، حيث يزحف هذا المناخ الأخضر البارد باتجاه النصف الجنوبي للكرة الأرضية باستمرار ويدور حول الأرض، وسوف يصل قريبا إلى منطقة الربع الخالي والجزيرة العربية. ستتحول منطقة الجزيرة العربية إلى جنات ومروج وأنهار، سبحان الله. واليوم نجد أن بعض الصور تعبر عن هذا المشهد، حيث نرى الكثير من المناطق المزروعة، الكثير من المناطق الخضراء، الكثير من السيول، الكميات هائلة من الأمطار من المفترض أن تنزل في أوروبا نجدها تنزل في صحراء الربع الخالي وفي الجزيرة العربية، سبحان الله. طيب هذه الظاهرة التفسير العلمي ما هو؟ التفسير العلمي هو أن دورة الطقس تدور وتلف حول الكرة الأرضية كل عدة آلاف من السنوات، والمستقبل سيكون في المنطقة العربية أيها الأحبة، وبخاصة صحراء الجزيرة العربية، ستتحول إلى جنات. طب عندما أرسلت وكالة ناسا قمرا صناعيا للمملكة العربية السعودية وبخاصة المنطقة الفاصلة بين السعودية وسلطنة عمان، منطقة الربع الخالي، ما الذي حدث أيها الأحبة؟ وجدوا أن هناك تحت الرمال مجاري لأنهار تمتد لمئات الكيلومترات كانت سائدة فيما سبق. وجدوا آثار لفيلة وحيوانات وطيور وآثار لنباتات، فقالوا بالحرف الواحد إن منطقة الجزيرة العربية أو أرض العرب كانت ذات يوم تشبه أوروبا اليوم. أوروبا اليوم مليئة بالجنات ومليئة بالأنهار، ولكن موجات الجفاف التي بدأت تضرب أوروبا ستحولها إلى قارة جافة، بينما الجزيرة العربية ستتحول مع الزمن تدريجيا، والزمن لا يعلمه إلا الله، ستتحول إلى ماذا؟ إلى مروج وأنهار. طيب إذن أصبح لدينا ثلاث حقائق أيها الأحبة. الحقيقة الأولى أن الجزيرة العربية كانت في الماضي مروجا وأنهارا، وهذا أثبت من خلال الأحافير ومن خلال الدراسات لوكالة ناسا. طيب الحقيقة الثانية أن هذه الجزيرة العربية بدأت تدريجيا تعود مروجا وأنهارا، وسوف تزدهر فيها الحياة البرية وحياة الكثير من الطيور والحيوانات والكائنات الحية الأخرى. طيب منطقة أوروبا الآن بدأت تجف. طيب هذه المعادلة لخصها لنا الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام بكلمات بسيطة جدا عندما قال: لا تقوم الساعة
حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. يعني هي كانت مروجا وأنهارا في الماضي كما تؤكد وكالة ناسا قبل 5000 سنة بالضبط، وبدأت موجات الجفاف تضرب هذه المنطقة حتى تحولت إلى الصحراء، وستعود أيضا مروجا وأنهارا خلال السنوات القادمة. طيب، من الذي أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحقيقة العلمية الدقيقة؟ ما الذي يدعوه أن يخوض في علم المناخ حيث في زمنه انتشرت الخرافات والأساطير؟ ولماذا يحدثهم أصلا بهذا الموضوع؟ إذن هذا الحديث يشهد على أنه رسول صادق في دعوته من الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.